أنا بشير بني، عمري 27 سنة، مهندس طاقة، أصيل مدينة القلعة الكبيرة، نشط في آفاق تونس من 2014. حاولت نبذل كل مجهوداتي لتقديم الإضافة للحزب خاصة ومصلحة بلادي عامة، وما زلت نحب نزيد نقدم. تشرفت أني نخدم بلادي القلعة الكبيرة عن طريق الجمعيات، وساهمت في برشا أنشطة في مجالات مختلفة، واليوم نتشرف أكثر باش نكون عضو ناشط في المكتب المحلي لحزب آفاق تونس بعد المؤتمر الانفتاح، ورئيس مكتب الشباب في الجهة. وعلى خاطرني نحب القلعة ونحب نغير في بلديتي، ترشحت للانتخابات البلدية، دخلت للسياسة، عندي حلمة لقيتها في آفاق تونس، والحلمة ولات مشروع نساهم في تحقيقه معاكم وبيكم وليكم. مناش باش نبعدوا لبعيد، باش نحكيو على المحط الانتخابات البلدية، باش نحكي على مستقبلي ومستقبل أي شاب، آفاق الشباب وآفاق المستقبل. لذلك احنا ناديو بسياسة شبابية جديدة في بلادي، وناديو بترسيخ الروح الديمقراطية الشابة داخل المراكز الأساسية للبلاد. احنا ناديو بتدعيم دور الشباب في المجلس البلدي، تشريكهم في القرارات المصيرية لقلعتنا كظرف خاص وللبلاد كظرف عام. برنامجنا متوسط المدى ويتضمن جملة من الخطوط الكبيرة، منها دور البلدية في التنمية والعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية والأخذ بالاعتبار المناطق اللي دخلت المنطقة البلدية حديثا، ودعم التوجه نحو التشاركية في صياغة البرنامج البلدي، العمل الجمعيات والاجتماعي. كلنا من أجل تونس، وليس تونس فقط، من أجل مدينتنا القلعة الكبيرة.